هذا يسأل عن حكم المبيت بميناء اليوم الثامن يا شيخ. المبيت بمنى يوم الثامن ليلة التاسع هذا سنة، هذا سنة، فقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، خرج يوم التروية إلى منى وبقي فيها وبات فيها ليلة التاسع، ثم في الصباح ذهب إلى عرفة، فهذا من تمام النسك، وهذا من السنة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.